الاسم دنيا باتما، سن 18 سنة، ممثلة الدار البيضاء. يلا ومعي تكتشفوا العالم الصغير ديالي. دنيا باتما كتمثل بافتخار حي سيدي مومن. دنيا برافو. ديال سيدي مومن المعروف عليه فيه فنانة كبار، فيه رسامة كبار خرجوا منه، وفيه طاقات كثيرة وأصوات جميلة بزاف، وانا من ضمن الطاقات كنتمنى انني نمثل سيدي مومن احسن تمثيل. عائلة باتما معايا هنايا الاخت ديالي ايمان، اخت صغرى، والاخت ديالي ابتسام، معكم الاب ديالي اللي كنشكره بزاف لانه شارك معايا في هاد الريبورتاج، معكم الام ديالي ليلى عطاسي، حليت عينيا وتعرضت في واحد الجو عائلي موسيقي وفني بزاف. ايوا انا كنغني منذ الصغر، كنغني في دار الشباب، كنغني في المدارس، اسبوع ثقافي، كنغني في ما كنت كنغني صراحه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.